شكرا للكابتن هيثم السعيد وضيفيه محللينا الكريمين. إذن هي القمة، مباراة القمة والحسم للقب بالدرع والذهب، وننتظره في الجزيرة النهاردة وكالعادة لقب العادة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا عبر شاشة الأهلي في كل مكان، عشاق ومحبي الكرة الطائرة المصرية، نجدد التحية. لقاء يتجدد معكم في مباراة القمة والحسم للقب بالدرع والذهب، دوري الممتاز للكرة الطائرة الرجال موسم 2020-2021، والبحث جاري عن اللقب رقم 32 أو 33 الأهلاوي ما بعد الحصول على 4 ألقاب متتالية. ننتظر اللقب الخامس تواليا و33 في المسيرة الاحترافية في عالم الكرة الطائرة المصرية مع رجال النادي الأهلي الوحوش، ودايما الأهلي الوحش اللي غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش. النهاردة هيخلص وما يرحمش بإذن الله. ننتظر اللقب في الجزيرة، الأهلي في مواجهة نادي الزمالك، لكن الأهلي هو كبير الكرة الطائرة المصرية وكبير الكرة الطائرة الإفريقية والعربية وأحد كبراء الكرة الطائرة العالمية بالأرقام والإنجازات والجماهيرية. النسر الأحمر اللي يبحث عن اللقب بالدرع والذهب في هذه القمة في آخر جولات الريجولار سيزون ومرحلة التتويج من الدوري الممتاز في رجال الكرة الطائرة. بداية الدوران ودولة على الإرسال مع الضرب سايد أوت الزملكاوي، محاولة للإنقاذ ولكن أول النقاط لصالح نادي الزمالك مع الضرب اللي كان موجود من جهة الأوبزيت في تشكيلة نادي الزمالك في هذه اللحظات. عبد الله عبد السلام وعبد اللطيف عثمان وعبد الحليم عبو واحمد صلاح عبد الحي النجم طبعا، وعبد الرحمن سعودي اللي دخل سكواد هذه المباراه، وكرازمير جورجييف البلغاري، ومحمود رؤوف عبد القادر، وعبد الرحمن الحسيني، ومحمد معوض مومو طبعا الليبرو، ومحمد عادل دولا، واحمد عبد العال، وحسام يوسف عبد الله، وقطب، ورايموند سيزيتو، ورمضان، ونجوم النادي الاهلي اللي موجودين النهارده في التشكيله بالسكواد الكامل. ضرب من عفيفي والتاتش اوت النقطة الثانية في صالح نادي الزمالك. البداية عادي، الأهم مين يركب الجيم وما ينزلش ويخلص وما يرحمش في الأخير، وننتظر اللقب للنادي الأهلي بالتأكيد. 2-2 من نقاط في أول أشواط المباراة. الزمالك يتفوق على أرض الملعب ولسه بدري قوي. العودة للنادي الأهلي والأفضلية في وجود رايمون سيزيتو على ارض الملعب وكرازمير جورجييف، ثنائي لعب 4 و3، عبد الله عبد السلام ومومو واحمد سعيد واحمد صلاح، واول النقاط بالظهور الفعلي على ارض الملعب بالسوبر سبايك من 4 يخلص وما يرحمش ويوجع الملعب الزملكاوي. هنا ظهور اللي لسه بنتكلم عنه، لعب 4 فيها التشكيله الاهلاويه، رايموند سيزيتو هذا الكندي قادم من الاهلي البحريني في فبراير من عام 2020، يحط النقطه الاولى للنادي الاهلي بمطرقه في وقتها يخلص بيها اولى نقاط. وكمان مره عبد الله، خد من عبد الله واتكل على الله يخلص وما يرحمش، ومطرقه جديده في وقتها يعود بيها بنقطتين متتاليتين بعد قصيه رايموند سيزيتو الكندي. هنا عبد الله عبد السلام بفعاليه الارسال يحطه جهه مركز 5 ويخلص الايس الاول على ارض الملعب. كمان مره عبد الله يسقط في القلب محاوله من السكند بول، يخدع بيها الدفاع الاهلاوي ويسقط الكره. هنا كان امامنا احمد فتحي بصير نادي الزمالك اللي بادئ مع دوران في التشكيله على ارض الملعب. وايه ده منتخب مصر النهارده قمه الكره الطائره المصريه بنكهه عالميه، لانه في لاعبين عاليين موجودين دوليين كلهم منتخب مصر بالتاكيد فيما بين الفريقين على ارض الملعب القمه. لكن العالميين الحقيقيين في النادي الاهلي، هنا ضرب حط صدي قلم كره الكره تتلم دبشه، اعداد امامنا، محاوله لاسقاط حط صد، والنقطه اهلاويه ولا اجمل، مسمار موجود يقوده. هنا كان امامنا ثنائي الاهلاوي المحترف المرعب في التشكيله بظهور ليك رازمير جورجييف البلغاري الى جوار الكندي رايموند سيزيتو. وبالمناسبه انه ستيفن هانت الكندي اللاعب الوحيد المحترف في تشكيله نادي الزمالك روح لانه انتهى عقده فبقاش موجود في تشكيله نادي الزمالك. رايموند سيزيتو على الارسال بيلعب دايما ارسالات موجهه فلوتر، يوجه دبشه استقبال فتحي اعداد، محاوله ضرب حائط الصد والى خارج الملعب. احمد يوسف عفيفي يستغل حائط الصد لصالحه ويلعب الكره، والنقطه في صالح نادي الزمالك. 4-3 لسه على ارض الملعب بدري من بدري، والاهم اللقب بالدرع والذهب رايح فين. وننتظره في الجزيره النهارده مع احتفاليه جديده مع تكرار الالقاب، لانه لقب العاده، والفوز النهارده باذن الله يكون فوز العاده زي ما كان على نفس الصاله مباراه الدور الاول واللي كان فيها التفوق للنادي الاهلي 3-2. ضرب في حائط الصد يا ولد، احمد صلاح قدر الكوره، عنده احساس بابعاد الملعب، الكوره في حائط الصد والى خارج الملعب مع استخدام حائط الصد لصالحه. وكان امامنا هنا الفعاليه بالضرب من جانب النادي الاهلي.
4-4 تعديل تقفيل للشوط الأول من المباراة. قمة النار والشرار، قمة الاشتعال فيما بين الفريقين، وننتظر اللقب بالدرع والذهب بإذن الله في الجزيرة. كراسمير جورجيف، إرسال تقيل، أوت أوف سيستم، فرصة لحق الصد، فرصة لحق الصد، أوه كان أعلى، دبشة كان أعلى هنا في هذه المرة. مصطفى إبراهيم دبشة يحط الكرة في حائط الصد وإلى خارج الملعب. 5-4 أوت أوف سيستم، يعني هيك اللي هو اللي رفعها لاعب الأوبزيت فيها تشكيلة لنادي الزمالك، مش البصير، مش أحمد فتحي، ومن ثم كان في فرصة أفضل لحائط الصد لكن تعدي تعدي. محمد عبد المحسن سليمان، دولي كان خامس العالم مع منتخب ماركوس ميراندا 2017 تحت 23 عام، والكرة بره يا ولد. هنا أمامنا ظهور بفعالية لأحمد صلاح عبد الحي، القصة العالمي الدولي البطولة، يضرب ويوجه ريسك اليد علشان يستخدم حائط الصد لصالحه ولاعبي نادي الزمالك، وتحديدا الكابتن والقائد أحمد يوسف عفيفي اللي بيتكلم مع حكم اللقاء الأول وليد الخشن، اللي بيأكد له إن الكرة ما لمستش السايد لاين أو الخط الجانبي لملعب النادي الأهلي مع البلوك، ومن ثم النقطة أهلاوية وأخذ القرار السيادي ولا رجعت فيه، ومفيش تشالنج، مفيش تحدي اللي بنشوفه في عالم الكرة الطائرة العالمية في دوري الأمم اللي ابتدى دلوقتي على مستوى الرجال أو السيدات أو بطولات العالم أو كؤوس العالم على مستوى الكبار رجال وسيدات. الأفضلية أهلاوية بإذن الله في هذه المباراة. 5-5 وعلى الإرسال مع الدوران المعذب أحمد صلاح، هو اللي هيرسل في هذه اللحظات. أخذ القرار السيادي ولا رجعت فيه، خلاص النقطة أهلاوية. أحمد صلاح يشتغل، يشغل النادي الأهلي على أرض الملعب. عالمي طبعا، كرم من شهر ونص تقريبا ضمن أفضل 100 لاعب ولاعيبة مروا في تاريخ الكرة الطائرة العالمية. كرة دبشة حائط صد مرة تانية، سكند شانس الزمالك، فتحي إعداد دبشة فرصة ولسه والديفنس موجود، يا ولد هتعدي سهلة. شانس بول الزمالك، إعداد فتحي محاولة سريعة إسقاطة، كان متأخر بخطوة بخطوة. هنا كان أمامنا رايمون سيزيتو الكندي، كان بيحاول على الكرة ولكن ما قدرش مع البليس اللي معمول بشكل حلو الحقيقة في النقطة الأخيرة، لكن لسه على أرض الملعب المباراة كبيرة ومنتظرة بأداء فني أعلى من لاعبي نادي الأهلي. كلما كان لاعبي نادي الزمالك متمسكين بالإيكوال جيم، ده بيستفز لاعبي نادي الأهلي ومن ثم بيخليهم يخرجوا أفضل ما لديهم. الكرة بره، الكرة بره بإشارة اللاين مان، أكد على إن الكرة بره لم تلمس البيز لاين، الخط الخلفي لملعب المباراة. وأعتقد إنه كمان دبشة خد إنذار أو عفيفي، هنشوف هنتأكد، في إنذار على أعتقد مصطفى إبراهيم دبشة على الاعتراض الغير لائق لوليد الخشن، ومن ثم النقطة أهلاوية لأنه الضرب كان خارج حدود الملعب بالمرة. النقطة في صالح النادي الأهلي، تعادل 6-6 على أرض الملعب. معذب جديد مع الإرسالات، لما بيكون في حالته بيخرج كرات من ذهب مطارق. أحمد سعيد شفيق يضرب إرسال تقيل، عفيفي يستقبل بصعوبة، إعداد فتحي محاولة حائط الصد تتلم تتلم ويسقطها من مرة واحدة، ولسه الكرة هتعدي سهلة هتعدي سهلة، ينقذها مرة تانية هنا رايمون سيزيتو، ترانزيشن انتقالي، حائط الصد كانت أو كان بعيد نسبيا، خطوتين ثلاثة كان محتاجهم أحمد صلاح علشان ياخد التيك أوف بشكل أعلى ويقدر يضرب أو يستخدم حائط الصد لصالحه أو ياخد الضرب بزاوية، لأنه كان البلوك مقفل حائط الصد وهو ضرب جهة الستريت لاين علشان يستغل حائط الصد، ولكن كانت الكرة داخل ملعب النادي الأهلي. تعدي تعدي، ترانزيشن انتقالي، تحدي ورالي، لكن النقطة زملكاوية في الأخير بعد كان تحدي كبير. 7-6 ما زال على أرض الملعب الشوط إيكوال، تعادل فيما بين الفريقين. 7-6 حتى الآن الأفضلية زملكاوية في نقاط الشوط الأول، ولسه بدري لسه بدري. دبشة يوجه فلوتر، سيبال معوض، إعداد عبد الله حلوة، يسقط تعدي سهلة، شانس بول في السيستم، تخلص تخلص يا ولد، مطرقة في وقتها يخلص وما يرحمش ويوجع الملعب الزملكاوي من جديد. هنا امامنا ظهور لرايمون سيزيتو الكندي، قصه يكون في حالته يخرج كرات من ذهب. مطارق مطارق بيضرب زاويه باتقان، حط الكوره بزاويه ولا يقدر يعمل معاها اي حاجه، كان ليبرو نادي الزمالك محمد رضا عبد المجيد. 7-7 تعديل تقفيل للشوط الاول على ارض الملعب. دولا فلوتر يوجه رضا فتحي، ضرب اوه يا ولد، برج موجود يقود الدفاع من على الشبكة للنادي الأهلي. هنا ظهور أمامنا للاعب كراسمير جورجيف البلغاري، 2 متر و3 سنتي طوله وهو واقف
مع البلوك بيصل ل 3 متر 45 او 55 كمان مع البلوك و3 متر 66 مع السبايك. استغل طول اذراعه الارتقاء لاعلى وعمل بلوك سنجل معمول زي ما الكتاب بيقول علشان يخلص النقطه الثامنه والوصول للفيرست تكنيكال تايم اوت، الوقت المستقطع الفني الاجباري الاول في احداث الشوط الاول، والافضليه اهلاويه على ارض الملعب وننتظرها للنهايه بافضليه اهلاويه. بالمناسبه النهارده حكم المباراه الاول زي ما قلنا هو وليد الخشن، والحكم الثاني هو الكابتن ايمن الذهبي، والمسجل الكابتن عصام الذهبي، والمساعد مسجل كابتن محمود عبد اللطيف، وللوحه الكابتن خالد نصر الهلالي. حكام الخطوط كابتن هيثم المراكبي والكابتن مصطفى راضي والكابتن محمد مسعود والكابتن رامي شاهين. ده بالنسبه لحكام الخطوط النهارده، وسماح عاصم وابراهيم ثابت كحكام احتياط لهذه المباراه. انتهى تايم اوت الاجباري الاول في احداث الشوط الاول، الافضليه اهلاويه على ارض الملعب 8-7 ما بعد الوصول الى الفيرست تكنيكال تايم اوت. دولا على الارسال، محمد عادل مسعود 1 مايو تم 27 عام هذا البرج الاهلاوي 2 متر و11 طول هذا العملاق. كوره محاوله اسقاط حائط صد تتلم يا ولد، ديفنس عالي من احمد صلاح في السيستم، عبد الله بجر او صوابع بيعرف يرفع باتقان وتقنيه عاليه، وهنا امامنا الظهور بفعاليه ولمره جديده رايموند سيزيتو مباراه الموسم لهذا الرجل الكندي، ياخد كوره وبرده ده بيعرف ياخد الكرات على عبالها زي ما تيجي، بيعرف يخلص وما يرحمش ويوجع ملعب اي غريم، ولمره جديده نقطته الثالثه على ارض الملعب من 9 نقاط، لاعب العالي في تشكيله النادي الاهلي، ياخد الكرة مرفوعة بالبجر من عبد الله لكن قدر ان هو يتعامل معاها بشكل ايجابي. المرة دي ارسال ما فيهوش تحكم من محمد عادل دولا علشان تبقى نقطة هدية في صالح نادي الزمالك، لكن ما زالت الأفضلية أهلاوية على أرض الملعب 9-8 بفارق النقطة الواحدة. ينزل في التغيير الحرة، يطلع دولا وينزل مومو محمد معوض علشان استقبال الكرة الأولى في ترتيب الدوران. محمد مجدي ارسال أمامنا سعيد، واو يا ولد الخبرة، هنا الخبرة تتكلم من عبد الله عبد السلام، تقيل وكبير وخبير في هذا المكان كمايسترو موزع معد للنادي الأهلي، ياخد الكرة رغم صعوبة الاستقبال لأنه دايما في السكاوتنج أو دادا فولي يقول لك أحمد سعيد وجه عليه الفلوتر كلاعب أربعة بيستقبل سبايك أفضل من الفلوتر، لما توجه عليه الفلوتر استقبل بصعوبة، لكن عنده الحل عبد الله عبد السلام، ومن ثم من السكند بول خلص الكرة. يحاول يهاجم مع الارسال عبد الله لكن ما يتحكمش، النقطة التاسعة في صالح نادي الزمالك والأفضلية ما زالت أهلاوية على أرض الملعب 9-10 النادي الأهلي. قلنا ليه نتيجة الزمالك الأول لأنه هو اللي معاه الإرسال. فتحي البصير في 3 ضاربين دلوقتي على الشبكة من نادي الزمالك، فلازم يكون في حلول مع سايد أوت الأهلاوي لأنه في 3 ضاربين على الشبكة. كان متأخر مع الستروك. لاعب 6 اللي بيجي من 6-3 لاعب 4 في تشكيله النادي الاهلي احمد سعيد، ما تحكمش تعدي 10-10 تعديل تقفيل على ارض الملعب في الشوط الاول بعد ما خد الكسر بفرق نقطتين النادي الاهلي. ما زال على الارسال احمد فتحي بصير نادي الزمالك، فلوتر يوجه استقبال سعيد اوت اوف سيستم لكن هيعرف يخلص مع دوران موجود في 4 هنا احمد صلاح، لكن الضرب اوه يا ولد ما خلصش بالضرب لكن خلص بالبلوك اللي معمول زي ما الكتاب بيقول قراءة لمكانه، حاضر واعي فاهم وعارف بيعمل ايه. هنا امامنا كان احمد صلاح عبد الحي القصة العالمية الاهلاوية في عالم الكرة الطائرة المصرية والعربية والعالمية، حدث ولا حرك، قصة حتى في الدوري الروسي لما احترف وحقق دوري ابطال اوروبا. وفي جالاتا سراي وفي انقرة وفي دينامو يانتر الروسي، ومع طلاع الجيش جاب له دوري وكاس افريقيا، قصص عالمية في عالم الكرة الطائرة الأهلاوية والمصرية. كرة في 4 هنا لسه بنتكلم عنه ولسه بقول طالما اتكلمت عن تاريخه يثبت على أرض الملعب، يشتغل على أرض الملعب، يقول أنا موجود مع الأهلي أسد وهد أي حد ويحط البلوك الثاني على التوالي. أحمد صلاح يجيب الكسر للنادي الأهلي بفارق نقطتين وضرب مع دوران كان هيك اللاعب الأوبوزيت موجود في 4 وما تحكمش مع ضرب في وجود أحمد صلاح علشان تبقى النقطة 12 للنادي الأهلي. رايموند سيزيتو فلوتر استقبال وحش قوي اوت اوف سيستم، هيضرب هيكل سهله عبد الله
اوت اوف سيستم. رضا واو صاروخ فيها لمس، فيها لمس ما فيهاش لمس، فيها لمس ما فيهاش لمس، ما فيهاش لمس. بيطالب احمد صلاح باللمس، قال لك لا، كان بيبص لايمن الذهبي. وليد الخشن قال لك ولا فيها اي لمس للبلوك من مكاني هنا في الملعب هنا في صاله المقاولون العرب. لا اعتقد ان كان فيها لمس، لكن قرار يعدي يعدي. لازم لعيبه النادي الاهلي ان هم عارفين او يبقوا عارفين انه هو قرار سيادي ولا رجعت فيه، ومن ثم عليهم بالتركيز على ارض الملعب في النقاط اللي جايه. 12 11 الافضليه اهلاويه على ارض الملعب، وملوش داعي الكلام لانه مش هياثر، لا هيعود في النتيجه ولا هياثر على النتيجه في ارض الملعب، لكن ياثر بالسلب على العامل الذهني سايكولوجي بالنسبه للاعبين. 12 11 الافضليه اهلاويه. احمد يوسف عفيفي هو اللي على الارسال، لاعب اربعه في تشكيله النادي الزمالك. بيلعب سبايك سيرف بقوه. سيبال رايموندز اعداد اوت اوف سيستم، يحاول يخلص هنا احمد سعيد، يجيبها بصعوبه يعديها سهله. شانس بول عبد الله كرازمير ضرب احمد صلاح، ولكن ثلاثي زملكاوي كان مقفل الحقيقه الضرب بلاين وقوه الضرب، او ما كانش عنده الحل لانه كان متاخر نسبيا، ومن ثم ما استخدمش حائط الصد لصالحه بالشكل المطلوب المرغوب فيه. كان امامنا احمد صلاح. 12 12 يعود التعادل على ارض الملعب في شوط كبير الحقيقه فيما بين الفريقين، والاهلي الافضل لكن يستغل الفرص لانه دايما الاهلي ياخد الكسر بس محتاج يبني عليه. سيبال مميز رايموندز عبد الله في السيستم، سعيد صاروخ تتجاب بصعوبه من دبشه، تعدي من المنطقه الدفاعيه من عفيفي عبد الله. اعداد امامنا فرصه، اوه ضرب دي فيها لمس بقى، دي فيها لمس بقى طبعا طبعا طبعا. تاتش بلوك والنقطه اهلاويه على ارض الملعب. احمد صلاح شوف جات له ازاي، مرفوعه بره الشبكه بمتر واكتر، حتى لو مش من البصير، حتى لو مش في السيستم، حتى لو مش عبد الله هو اللي رفع الكوره، ولكن كرازمير جورجييف البلغاري رفع الكوره بالشكل المطلوب المرغوب فيه بره الشبكه، وارتفاع يهيئ الكوره انه احمد صلاح يخلص بالشكل المطلوب المرغوب فيه، واستخدم حائط الصد لصالحه لانه كان اعلى منه. كرازمير جورجييف سبايك سيرف عفيفي استقبل بصعوبه، دبشه اوت اوف سيستم، تعدي سهله تعدي سهله. شانس بول فرصه للكسر بفرق نقطتين. عبد الله في السيستم، سعيد يا ولد المطرقة اللي يخلص ويوجع من جديد دفاع نادي الزمالك. لاعب العالي لاعب اربعه في تشكيله النادي الاهلي يخلص وما يرحمش لانه استغل حائط الصد لصالحه، وهنا امامنا مع الضرب الفعال، وطالما رفعها عبد الله خد من عبد الله واتكل على الله في السيستم مرفوعه باحساس سواء صوابع او بجر، وحتى كرازمير جورجييف اللي هيلعب الارسال دلوقتي لما رفعها رفعها باحساس. هيلعب سبايك هيهاجم على الارسال دلوقتي. قوه كوره جوه بقوه، والكوره جوه بقوة، والكرة جوه، والنقطة الثالثة على التوالي للنادي الأهلي. إذا ياخد الكسر وما ينزلش مع الركوب ويهزر ولا يرحم، طالما دفاع الزمالك هزر الأهلي لا يرحم، لأنه الأهلي هو اللي ما بيهزرش وما بيرحمش. هاجم مع الإرسال دايما بيلعب فلوتر، المرة دي غير نوع بيلعب الإسبايك، بيوجه مع السكاوتنج اللي جاي من بره والداتا فولي بالشكل المطلوب المرغوب فيه. كرازمير جورجييف البلغاري 2 متر و3 دولي على فكره مع منتخب بلغاريا. اعداد امامنا فرصه لحائط الصد في العصا الهوائيه، اذا النقطه زملكاويه. تعدي تعدي احمد صلاح دايما اقول عليه من حق الكبير يتدلع طبعا طبعا. 15 13 مازال الكسر حاضر بفرق نقطتين الافضليه اهلاويه على ارض الملعب. محمد عبد المحسن سليمان لاعب السنتر لاعب ثلاثة في تشكيلة نادي الزمالك، دولي مع المنتخب الأول، كان في كأس العالم في نسخة اليابان 2019. استبال سلبي مع البجر في هذه المرة، ما يتحكمش واحد فيهم بس، هو لازم يبقى في تفاهم طبعا مع الوقفة والكرة رايحة فين مع السكاوتنج وتوجيه الإرسال من جانب لاعبي نادي الزمالك. أحمد سعيد ورايموند زيتو ثنائي أربعة المنوطين مع مومو محمد معوض باستقبال الكرة الأولى، لكن عليهم بالتركيز وتقليل الاخطاء لانها مباراه الحفاظ على التركيز وتقليل معدل الاخطاء. كوره بره ما لمستش البيز لاين، ما لمستش البيز لاين، اوت، ارسال خارج حدود الملعب والنقطه في صالح نادي الاهلي. اذا الوصول للسكند تكنيكال تايم اوت، الوقت المستقطع الفني الاجباري الثاني في احداث الشوط الاول، افضليه اهلاويه بالكسر بفرق نقطتين على ارض الملعب.
ميدو، محمد مصلحي، وتامر مجدي تايجر، ومحمد جمعه، وباقي اعضاء الجهاز الفني، والشغل على الداتا فولي والكيفيه في التعامل مع هذه المباراه. نقاط القوه والضعف عندك، ونقاط القوه والضعف عند الغريم نادي الزمالك علشان تلعب عليها وتقدر تتعامل من خلالها بالافضليه على ارض الملعب. مباراه الدور الاول زي ما قلنا كانت انتهت 3-2 لنادي الاهلي، وكانت هنا في صاله المقاولون العرب لحساب الجولة ال11، و كانت مباراة نادي الزمالك النهاردة دي مباراة النادي الأهلي. إن شاء الله كالعادة فوز العادة اللي هو رايح جاي حتى على مستوى الناشئين تحت 17 عام وتحت 19 وتحت 17 وفي الولاد والبنات والشباب والشابات وكله، الأهلي ليه السيادة حتى في المواجهات التاريخية المباشرة ما بينه وما بين نادي الزمالك. بطولة عربية تفوق على نادي الزمالك، آخر مباراتين قبل مواجهة النهاردة للنادي الأهلي، والفوز 3-2 في مباراة الذهاب في مباراة الدور الأول في الدوري. ولسه عندنا الكاس، والكاس هو من الطبيعي نقول لكل الناس، لكن مع أهل القمة هو لناس بعينها، لا 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 للأهلي يعني. إن شاء الله ننتظره في هذا الموسم. ضربة بقوة بالداوند لاين هنا من هيكل، يضرب من الأوبوزيتس، جهة خمسة ما يتحكمش، كان أمامنا دفاع نادي الأهلي والنقطة في صالح نادي الزمالك. خروج لأحمد فتحي ونزول في هذه اللحظات لهشام يسري عويس لاعب الأوبوزيت في تشكيلة نادي الزمالك. لعب سموحه سابق بالتاكيد، وبرده كان دولي في 2017 لو تفتكروا، تحت 23 عام خامس العالم. فحاء تصدي الى خارج الملعب باعداد قصير، ضرب سريع، دوله الدولي البطوله يخلص وما يرحمش، ويستغل حاء تصدي لصالحه ويحافظ على الكسر، وما بعد السكند تكنيكال تايم اوت. قلل من الاخطاء، حافظ على التركيز، خد الكسر وابني عليه، تقدر ان انت تتفوق على ارض الملعب، وده اللي بيعمله دلوقتي النادي الاهلي. سايد اوت بتاعك لازم يكون سليم بفعالية. كابتن محمد اللقاني مع الكابتن هشام قطب وكابتن وليد ابو العلا الجهاز الفني لنادي الزمالك، الكابتن محمد اللقاني. وكلام في الكواليس، خدوها مني انا محمد عفيفي، كلام في الكواليس انه قد يكون هناك تغيير للجهاز الفني ما بعد هذه المباراة، كسب او خسر، وممكن مدير فني، مش عايزين نقول على الاسماء لانه طبعا لسه ما اعلنش، لكن قد يكون جهاز فني جديد ومدير فني كان موجود في نادي مشمس في القاهرة، قد يكون من ابناء الزمالك بالمناسبه، قد يكون هو اللي موجود على راس القياده الفنيه. يقاتلوا النهارده من اجل مدربهم ممكن، لكن ننتظر اللقب في الجزيره، وده كل الكلام ده ملناش دعوه بيه، لينا دعوه بارض الملعب، باللقب والدرع والذهب، الحفاظ على اللقب، السياده الاهلاويه للكره الطائره المصريه. وكالعاده سعيد سبايك سيرف يهاجم ما يتحكمش في الشبكه، تعدي تعدي 17-16، الافضليه اهلاويه على ارض الملعب في احداث الشوط الأول من المباراة. دبشة على الإرسال مع دوران مصطفى إبراهيم، دبشة لعب أربعة في تشكيلة نادي الزمالك. فلوتر يوجه استقبال سعيد، أوت أوف سيستم، لكن صلاح عنده الحل، صلاح عنده الحل، يحط المطرقة اللي في وقتها من خلال استغلال حائط الصد علشان يخلص في النقطة رقم 18 لصالح النادي الأهلي. والله مومو رفعها حلو، حتى مومو بسم الله ما شاء الله طورهم ميدو حتى في الرفع، لانه في عالم تطور الكره الطائره لازم كل اللاعبين طالما اوت اوف سيستم او الكره الثانيه مش مرفوعه من البصير لازم يكون عند كل اللاعبين فعاليه رفع الكره بالشكل المطلوب المرغوب فيه. حائط صد كان متاخر، اول ظهور باول نقطه لهشام يسري عويس لاعب الاوبوزيت في تشكيله نادي الزمالك اللي بيخلص النقطه واخد دوره بدلا من هيكل على ارض الملعب في تشكيله نادي الزمالك في هذه اللحظات، يحط النقطة الأولى ليه على أرض الملعب مع الكروس من 2-1. 18-17 الأفضلية أهلاوية على أرض الملعب. محمد مجدي على الإرسال هيوجه فلوتر. سعيد استقبال بجر في السيستم، تخلص 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 يا ولد، قلنا هتخلص وأكيد هتخلص. المطرعة النهاردة في حالته، مباراة هي أهم مبارياته مع أهم مباريات النادي الأهلي في هذا الموسم بالنسبة للريجولار سيزون ومرحلة التتويج، وايضا بالنسبه له
بيقدم مستوى استثنائي ما شفناهوش في كتير من المباريات في هذا الموسم. هذا اللاعب رايموند سيزيتو هذا الكندي قلنا قادم من الأهلي البحريني في فبراير العام الماضي 2020 بعد ما كان مشارك مع الأهلي البحريني في بطولة العرب أو البطولة العربية اللي توج بها النادي الأهلي على حساب الزمالك بالمناسبة. كرة تخلص محاولة للإسقاط يا ولد لسه بتكلم ولسه بقول بيقدم مباراة العمر النهاردة في شوطها الأول رايمون سيزيتو الكندي حل من الحلول الهجومية الإيجابية الفعالة على أرض الملعب للنادي الأهلي رايمون سيزيتو الكندي. كلمت عن أحمد صلاح شوية أخرج أفضل ملاديه، كلمت عن أحمد سعيد شوية أخرج أفضل ملاديه، دلوقتي رايمون سيزيتو كلمت عنه شوية أخرج أفضل ملاديه، ولسه الكل حاضر على أرض الملعب ويخرج أفضل ملاديه علشان الأهلي الأهم اللقب بالدرع والذهب في الأخير ننتظره في الجزيرة في هذا اليوم. 20-17 بفرق 3 نقاط ياخد التايم اوت الثاني والاخير الحر المحق ليه في احداث الشوط الاول من المباراه الكابتن محمد اللقاني المدير الفني لنادي الزمالك. حلوه المباراه لكن مين الاكثر تركيزا والاقل اخطاء وده اللي اثبته النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي في احداث الشوط الاول. الحفاظ على التركيز تقليل معدل الاخطاء يركب الجيم في الوقت المناسب وما ينزلش يخلص وما يرحمش وده اللي لازم في مثل هذه المباريات الحاسمة. مباراتين ما قبل هذه المباراة خلوا النادي الأهلي في المركز الثاني رغم تعادل النقاط فيما بينهم 54-54 نادي الأهلي ونادي الزمالك. لكن ليه الزمالك في الصدارة؟ لأنه اللي بيحقق لقب الدوري ملوش دعوة بالنقاط في ختام السيزون في ريجولار سيزون أو مرحلة التتويج، ليه دعوة بمين حقق فوز أكتر، ملوش دعوة بعدد النقاط. دفاع رائع عبد الله اوه يا ولد احمد صلاح عبد الحي صلاح معاه كل الفلاح للنادي الاهلي يضرب وما يرحمش ويستخدم حائط الصد لصالحه ولمره جديده هنا امامنا الفعاليه الهجوميه للعب الاوبزيت في التشكيله الاهلاويه. لكن من البدايه ليه كل التحيه الراجل اللي احيا الكوره من تاني على ارض الملعب محمد رمضان ليبرو النادي الاهلي وبرده كان من نجوم 2017 منتخب ماركوس ميراندا لما حققوا المركز الخامس على مستوى العالم كانت الارجنتين البطل اتذكر وروسيا الوصيف علقتنا على هذا النهائي. ارسال في الشبكه وتعدي فرق 3 نقاط حلو يبني عليه النادي الاهلي طبعا 21-18 الافضليه اهلاويه على ارض الملعب. احمد فتحي بصير النادي الزمالك على الارسال استقبل احمد سعيد شوف دايما لما بيعملوا الارسال الفلوتر بيوجهه على سعيد لكن سعيد بيكسف او بيبوظ افكار الفلوتر الموجه عليه مع ارسال نادي الزمالك ومن ثم يستقبل فير بيرفكت اعداد موزوم من عبد الله وتخليص رائع للنادي الاهلي علشان تبقى النقطه رقم 22 مع استغلال حائط الصد. تكتيك معمول زي ما الكتاب بيقول مع رفع معدل التركيز ودايما استقبال الكره الاولى هو اللي بيريح الهجمه ليه النادي الاهلي ما بيبوظهاش وعلى العكس ارسالات لاعبي النادي الاهلي هي اللي بتبوظ هجوم نادي الزمالك وهجمته. كوره هنا ركب الجيم وما نزلش خلص وما رحمش النادي الاهلي وظهور من جديد لكرازمير جورجيف البلغاري النهارده مباراه بشكل مختلف لثنائي اهلاوي محترف مرعب موجود على ارض الملعب. كرازمير جورجيف من 3 مع ضرب سريع او حائط الصد اول ارسالات وكمان اللي موجود على الارسال دلوقتي الكندي رايمون سيزيتو ثنائي اهلاوي فعال ودايما اللاعب المحترف يكون عنده الاضافه على الموجودين لانه اللي موجودين تقال قوي ويسد ويهد اي حد في سكتهم لكن المحترف بيضيف بشكل او باخر. احمد يوسف عفيفي ضرب يا ولد استقبال رائع لسه بنتكلم عنه. كوره سعيد ضربها في حائط الصد ما لمستش تعدي 23-20 لسه بفرق 3 نقاط الافضليه اهلاويه على ارض الملعب على بعد نقطتين النادي الاهلي من الوصول لاول اشواطه في هذه المباراه. كسب الشوط الاول هيريح كتير قوي النادي الاهلي دلوقتي خد التايم اوت الاول الحر المحق ليه في احداث الشوط الاول. ميدو محمد مصلحي المدير الفني للنادي الاهلي 32 لقب دوري البحث عن اللقب الخامس تواليا للنادي الاهلي والبحث عن اللقب 33 في المسيره الاحترافيه مع الدوري والكره الطائره المصريه.
26 لقب لنادي الزمالك، فرق كبير للنادي الاهلي في الالقاب والارقام. دايما بنتكلم عن انه النادي الاهلي في كل الرياضات عامل فرق، قد يكن القمة تأتي على المستوى الجماهيري نسبيا، لكن على مستوى الارقام النادي الاهلي فارق 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 على ارض الملعب. ولا اجمل يا ولد يا ولد ولا اجمل هنا امامنا الاستروك اللي معمول ويخلص سعيد زي ما الكتاب بيقول، لعب اربعه اللي يجي من سته لثلاثه، والتركيبه التكتيكيه الذكيه اللي يخلص من خلالها وما يرحمش من جديد يوجع الملعب الزملكاوي ويحط النقطه ال 24 علشان تبقى نقطه الشوط بين لاعبي النادي الاهلي. كرازيمير جورجيف دايما بيهاجم مع الارسال وعنده الفرق وعنده الحل، مش هيأمن هيهاجم يحط الكره بره ما يتحكمش، تعدي من حق الكبير يدلع، من حق الكبير يدلع، يخرج كرازيمير جورجيف وينزل مومو محمد معوض لانه سايد اوت اهلاوي وفرصه حسم الشوط في الهجمه اللي جايه. اول ظهور على ارض الملعب للاعب الاهلي السابق لاعب الزمالك الحالي محمد بدوي، محمد عبد المنعم بدوي الدولي طبعا الاهلاوي السابق الزملكاوي الحالي. ضرب هنا بالكروس كورتس عايز يلعبها من 4 في 4 بزاويه حد اكثر حديه، ما تحكمش وبيعتذر بتاكيد احمد سعيد وبرده تعدي كسر بفارق نقطتين 24-22 الافضليه اهلاويه على ارض الملعب. والتايم اوت الثاني والاخيره المحق الحر لميدو، وفي وقته كان لازم ياخده دلوقتي لانه لاعبي النادي الاهلي ما بعد الوصول لفارق الاربع نقاط ارتاحوا شويه سيكولوجيا، هديوا ذهنيا، حسوا ان الشوط اتحسم، ومن ثم ده ما ينفعش. لاعبين اصحاب خبرات وقدرات لكن لازم المدير الفني من على الخطوط يتحكم في سير الشوط. كل مدير فني خلص الاثنين تايم اوت الحرين المحقين او المحقين ليه في احداث كل شوط من المباراه. والكابتن الذهبي ايمن حكم الثاني في هذه المباراه بيامن انه ما فيش تايم اوت ثاني حر. يخطئ محمد عبد المنعم بدوي ويهدي نقطة الشوط والتفوق في المباراة 25-22 الأفضلية أهلاوية، والأهلي خلص وما يرحمش في شوط أول خطوة من ثلاثة يحتاجها ولسه المباراة على أرض الملعب. إذن العودة من جديد مرة أخرى مشاهدينا متابعينا عبر شاشة الأهلي في كل مكان، واستكمال مباراة القمة والحسم للقب بالدرع والذهب، وننتظره في الجزيرة النهاردة بإذن الله مع الاحتفالية بلقب في هذا اليوم للحفاظ على اللقب، نحقق الخامس تواليا وال 33 في المسيره الاحترافيه مع الكره الطائره المصريه. النادي الاهلي السياده وكالعاده في عالم رجال الكره الطائره المصريه. شوط اول انتهى بافضليه اهلاويه 25-22 خطوه اولى من ثلاثه يحتاجها النادي الاهلي للحفاظ على اللقب وتاكيد الصداره للدوري في هذا الموسم مع مرحله التتويج ما بعد التفوق في المباريات الماضيه 19 من 21. خسارتين لو كل مباراة عدت فيهم 100 مرة مش هيحصل فيها نفس النتيجة دي. مباراة بتروجيت الدور الأول، جولة الثانية لو تفتكروا مباراة 2-3 في المركز الأولمبي، ومباراة الجولة ما قبل الأخيرة لكن لعبت كآخر مباراة لعبها قبل مباراة القمة النهاردة كانت مباراة طلائع الجيش في استاد جهاز الرياضة العسكري أو في صالة جهاز الرياضة العسكري، وكان خسر فيها النادي الأهلي أيضا 2-3. لكن في الأخير في كل الأحوال مباراة النهاردة هي لا يحسم من خلالها اللقب، يعني لازم الأهلي يفوز علشان يأكد الأفضلية والسيادة على الكرة الطائرة المصرية بالتأكيد. وخد الخطوة الأولى ب 25-22 في الشوط الأول ننساه ونبحث عن شوط تاني ننتظره بأفضلية أهلاوية، لأنه الأهلي دايما بيبحث عن أنه يركب وما ينزلش ويخلص وما يرحمش ودايما يكون معذب لأي غريم موجود ليه في المشوار على مستوى الدوري. وعندنا كاس مصر المباريات القادمة هتبدأ يوم 7/6 بإذن الله، يمكن شوية على مستوى الكرة الطائرة النسوية بعد فوز حمدي صافي بلقب الدوري مع سيدات النادي الاهلي في تاجيل للمباريات لنصف النهائي والنهائي، وده غريب شويه هنتكلم عنه في وقته. واولى نقاط اهلاويه في بدايه احداث الشوط الثاني من المباراه، الدوران والارسال كان زملكاوي، السايد اوت اهلاوي باتقان وتقنيه عاليه الاعداد الموزون، والضرب من اللي بيلعب مباراه من افضل مبارياته في مسيرته مع النادي الاهلي. هنا ظهور لرايموند سيزيتو الكندي يضرب من 4 جهه مركز 5، والنقطة الأولى كانت أهلاوية لكن هنا مع الإرسال يحاول يخاطر ويهاجم عبد الله عبد السلام، لكن كرة ما يتحكمش فيها وأولى النقاط تهدى لصالح نادي الزمالك. 1-1 تعديل تقفيل
مع بداية أحداث الشوط الثاني. لكن الأهم مين يضحك في الآخر، وننتظر برضو اللقاء في الجزيرة بإذن الله. فلوتر أحمد فتحي، استقبال سعيد، إعداد سريع يا ولد، صاروخ صاروخ جابها أحمد سعيد. طالما استقبل الكرة الأولى بيرفكت وريح عبد الله عبد السلام، يقدر إن هو يحط كرة في سيستم مثالي، وعنده الحلول. أخر إيده ما اداش قراءة لديفنس وحقق صد نادي الزمالك، ومن ثم ريح الكرة عند العملاق كرازيمير جورجيف اللي بيحط النقطة الثانية. إذا الثنائي المحترف أول نقطتين في الشوط، أهلاوي حقق صد يا ولد. سكند شانس زمالك، عفيفي حاول يضرب، ديفنس رائع من عمق الملعب، جهة ستة رايموندز، اوف حقق تصدي، يجيبها دبشه، ترانزيشن انتقالي اوت اوف سيستم، فرصه اهلاويه حلوه قوي قوي. رايموندز زيتو ترجع تاني، عبد الله سعيد يضرب لكن حقق تصدي، يقفل، عنده قراءه لضرب الزاويه، كان امامنا محمد عبد المحسن سليمان، ومن ثم القراءه كانت هنا امامنا لاحمد سعيد شفيق علشان ياخد حقق الصد ويعدل ويقفل الشوط الثاني من بدايته على ارض الملعب. 2-2 في احداث المباراه. شغل السكاوتينج والداتا فولي والداتا تريننج والداتا فيديو، وتحديدا الداتا فولي والشغل اللي موجود على ارض الملعب والاحصاءات خلال الفيرست والسكند تكنيكال تايم اوت في كل شوط وما بعد الشوط، واتجاهات الضرب وارقام اللاعبين، ومين بيستقبل بيرفكت ومتوسط وضعيف، ومين بيضرب زاويه او خط ونقفل له وازاي وامتى. واحمد صلاح هنا بيطالب بالتاتش اوت، لكن الكوره ما لمستش في البلوك على كلام وقرار وليد الخشن الحكم الاول وايمن الذهبي الحكم الثاني، ومن ثم النقطه زملكاويه 3-2. وكالعاده يتقدموا في الاول لكن الاهلي هو اللي بيخلص في الاخر. واحمد صلاح وكلام دبشه، يعني بيكلم احمد صلاح بشكل انه ما ينفعش. واحمد صلاح كان يعني مش راضي، يعني انه الراجل بيرد عليه بشكل غير لائق. واحمد صلاح من حقه ان هو يطلب ينبه الحكم فيها تاتش ولا لا، ان دبشه يرد عليه ده مش منطقي. يعني ضربه في حائط الصد، عفيفي يعمل العمق الدفاعي، اعداد في اربعه، دبشه حائط الصد جوه الملعب، رد سريع، رد عنيف، اهلاوي تقيل مرعب بالتاكيد، بثنائي حاضر، مسمار موجود يقوده عبد الله او احمد صلاح الى جوار كرازيمير جورجيف البلغاري، ثنائي اهلاوي مرعب، تقفيل رائع مع الضرب باللاين، لكن قدروا ياخدوا البلوك بفعاليه ويعدلوا بايجابيه للنادي الاهلي. 3-3 على ارض الملعب في بدايه احداث الشوط الثاني من المباراه. كرازيمير جورجيف 26 عام، دولي مع منتخب بلغاريا الاول اللي كان رابع اولمبياد لندن. اوه هنا الفعاليه الهجوميه بايجابيه مع الارسال اللي معمول زي ما الكتاب بيقول، عنده سكاوتنج عالي الولد ده، رائع، بيوجه باتقان وتقنيه عاليه، يحط الكره في ما بين 6-1 وياتي بالايس. 4-3 الافضليه اهلاويه على ارض الملعب. كمان مره جمهور الاهلي هنا يقول لك تاني، عايزينه يكرر يخلص نقاط باريحيه مع فعاليه الارسال، لكن هذه المره ما ظبطش زوايا، محتاج ظبط زوايا، يعني تعدي. 4-4 الافضليه كانت أهلوية، ثم التعادل يأتي من خلال الإرسال الضايع اللي كان في النقطة الماضية من كرازيمير جورجيف. محمد عبد المحسن سليمان هو اللي هيكون على الإرسال مع الدوران في هذه اللحظات لنادي الزمالك. قلنا كان موجود مع خيديو فيرميولين الهولندي المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني الأول في كأس العالم اليابان 2019. فلوتر سيبال سعيد، عبد الله في السيستم، حلوة قوي 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 قوي، توجيه ايد عبد الله مع التأخيرة ما اداش قراءة، ومن ثم حقق الصد راح، ولكن احمد صلاح يعرف يخلص وما يرحمش. البرج الاهلاوي يستخدم حقق الصد لصالحه وياتي بالنقطة الخامسة في صالح النادي الاهلي. افضلية اهلاوية ننتظرها دائما باذن الله في هذه المباراة وحتى التتويج هنا في صالة المقاولون العرب. ايس موجود يا ولد، كمان مرة الفعالية الأهلوية والكسر يأتي على أرض الملعب، وبرضو أحمد صلاح عبد الحي قصة عالمية في عالم الكرة الطائرة الأهلوية والمصرية بالتأكيد، كبير تقيل، أفضل ضارب في مونديال كأس العالم باليابان 2011 لو تفتكروا، وكرر السيناريو من 2003 كده، قصة هو وعبد الله عبد السلام
حكايات حكايات نتكلم عنهم لايام. ارسال تقيل قوي، عفيفي يستقبل بصعوبه، اعداد فتحي محاوله لاسقاط عبد الله يا ولد، قراءه اوت اوف سيستم لكن مرفوعه حلوه، سعيد يعرف يخلص، يعرف يخلص يا ولد يا ولد، المطرقه من 4 في 5، الكروس كورت المعمول زي ما الكتاب بيقول، هنا امامنا ظهور بفعاليه لسعيد، ومن جوهر السعيد يسعد، قصه وحكايه وروايه، احمد سعيد يحط المطرقه لتوجع من جديد الملعب الزملكاوي، والافضليه اهلاويه على ارض الملعب الكبير. بس ايه السكند بول، الاعداد الموزون، من لعب 4 في تشكيله النادي الاهلي، لعب 4 في تشكيله النادي الاهلي، رايموند سيزيتو الكندي، قصه النهارده المان اوف ذا ماتش، الكينج اوف ذا ماتش بالنسبه للنادي الاهلي على ارض الملعب، هيتصدى هنا ثلاثي اهلاوي لكن قدر ان هو يستغله في هذه المره دبشه علشان تبقى النقطه لصالح نادي الزمالك، لسه الكسر حاضر بفرق النقطتين والافضليه اهلاويه على ارض الملعب، 7-5. هيكل ضرب مومو استقبال بصعوبه من الفيرست تايم، بره لا جوه، قال لك جوه، اشاره من امامنا هنا كان رامي شاهين اللاين مان احد افضل الحكام الحقيقه اللي موجودين على مستوى الرايه، ويعني ما يتراجعش وراه كتير، هو امن شاهين رامي طبعا مع الكابتن الذهبي كابتن ايمن، والوليد الخشن اكد بقرار سيادي ان الكوره مع الفيرست تايم زملكاويه، استقبال الكره الاولى كرازمير، تاني محاوله مومو، عبد الله سعيد يضرب بجراءه، هيتصد وداخل الملعب، داخل الملعب، فتحي بصير نادي الزمالك هو اللي كان عنده القراءه علشان يبقى النقطه السابعه، قد ياتي بتايم اوت دلوقتي او لا، مش هياخد التايم اوت. ميدو محمد مصلحي ما فكرش في التايم اوت الاول الحر المحق ليه دلوقتي، 7-7 تعديل تقفيل على بعد نقطه من الوصول للفيرست تكنيكال تايم اوت في احداث الشوط الاول، بره اذا الافضليه اهلاويه والوصول للفيرست تكنيكال تايم اوت، الوقت المستقطع الفني الاجباري الاول في احداث الشوط الثاني، بافضليه اهلاويه على ارض الملعب 8-7 فرق النقطه الواحده بعد الوصول لفرق 3 نقاط. عدنا في بعض الكرات اللي كان فيها ترانزيشن انتقالي، فيها تحدي، فيها رالي فيما بين الفريقين ببعض الاخطاء السهله اللي ممكن ان تعدل في تايم اوت ده دلوقتي مع الداتا فولي والشغل اللي جاي من بره، فكره انه يبقى في تعديل لنقاط الضعف مع وضعيات معينه على ارض الملعب والوقفات للاعبين في الست ملاعب اللي موجودين والمربعات في الداتا فولي، والمربع كل مربع من 6 مربعات، في 3 مربعات اخرى او متقسم ل4 مربعات، يعني في تقسيمه تطورنا فيها طبعا، سواء الشغل بتاع الداتا فولي او اللاعبين اللي بيقدروا ان هم يترجموا مع المدربين في هذا العمل الدقيق على مستوى تطوير عالم الكره الطائره بوجود ميدو محمد مصلحي وتامر تايجر، كابتن تامر مجدي طبعا، والكابتن محمود جمعه والجهاز الفني للنادي الاهلي. مع الدوران سعيد على الارسال في هذه اللحظات، هيلعب سبايك سيرف، ارسال تقيل جوه لا بره، ما لمستش البيز لاين، تعدي تعادل 8-8 على ارض الملعب، حاول يهاجم مع الارسال يحط الكوره فيما بين 6 و1 وكالعاده، لكن كانت محتاجه ضبط زوايا وتعدي، لسه الشوط بدري، لسه الشوط على ارض الملعب وننتظر اهلاوي في الاخير. مصطفى دبشه على الارسال، فلوتر كرازمير يستقبل، عبد الله كرازمير مره ثانيه يحاول يضرب، حاطه صد تتلم، سكند شانس اهلاوي، كوره زقها حلوه، قلنا حتى الان هو الكينج اوف ذا ماتش، الملك اللي موجود على ارض الملعب الى جوار ملوك كلهم اساتذه ماسترز كبار تقال، يهدوا ويسدوا قدام اي حد، كرازمير جورجيف لا مباراه مختلفه لهذا اللاعب، هم واجهوا عليه الارسال في الاول علشان يزقوه لان مع السكاوتنج والدوران في الداتا فولي وقفه البصير تقول انه هو اللي هيضرب او عبد الله غالبا هيديله السكند بول او الكره الثانيه علشان يضرب. خطا مع الارسال و 9-9 على ارض الملعب، التعديل والتقفيل في احداث الشوط الثاني من المباراه. محمد مجدي فلوتر سعيد استقبال في السيستم سريع يا ولد،
من على سريع يخلص السريع المطرقة البرج اللي يحط كرة في وقتها يخلص من خلالها النقطة العشرة لصالح النادي الأهلي. خروج هنا أمامنا بتغيير حاضرة على أرض الملعب في تشكيلة نادي الزمالك، كابتن محمد اللقاني وخياره بوجود ولأول مرة على أرض الملعب رشاد شبل بدلا من محمد عبد المحسن سليمان. سباك سيرف عبد الله، استقبال من عفيفي، فتحي في حائط الصد والى خارج الملعب. اوبوزيتس عنده الخبره بالتاكيد، اتحدث عن هيكل، رضا هيكل كان اعلى من حائط الصد والكره مرفوعه بره الشبكه بمتر واكتر علشان تريحه مع الضرب من جهه الاوبوزيتس. يعدل ويقفل الشوط من جديد على ارض الملعب 10-10. احمد فتحي بصير نادي زمالك على الارسال، يوجه فلوتر جهه احمد سعيد، كل الفلوتر هيتوجه جهه احمد سعيد، ضرب في حائط الصد يجيبها ما يجيبهاش، تخلص اكيد تخلص، اهلاويه على ارض الملعب 11-10. رايموند سيزيتو الكندي، اجواء هنا في ارض الملعب والمدرجات تقريبا اصبحت مكتظه على اخرها فيما بين المريدين لتفوق النادي الاهلي والمحبين لنادي الزمالك، لكن الاهم اللي موجود على ارض الملعب. كوره فرصه حائط الصد تتلم، رضا ليبرو النادي الاهلي، كوره احمد صلاح الضرب، وهنا رشاد شبل خبره الى جوار رضا هيكل، خبره اثنين قفلوا حائط الصد امام احمد صلاح، وقليلا ما يخطئ احمد صلاح، ما فيش حد ما بيخطئش، لكن قليلا ما يخطئ، عنده التصرف وعنده الحل. يمكن الكره كانت قريبه نسبيا مع الاعداد من الشبكه ومن ثم ما حكمتوش انه ياخد حل مع استخدام حائط الصد لصالحه، لكن تعدي 11-11. احمد يوسف عفيفي بره النهارده، احمد يوسف عفيفي لعب اربعه في تشكيله نادي الزمالك، كابتن وقائد نادي الزمالك على ارض الملعب، ولا ارسال كان وداه بشكل فعال مع السبايك من اللاعبين الدوليين اصحاب الخبرات بالتاكيد. دولا ياخد دوره بدلا من مومو محمد معوض، لانه النادي الاهلي او سايد اوت زملكاوي، ومن ثم النادي الاهلي محتاج بلوك مع ثلاثي اللاعبين الموجودين في المنطقه الهجوميه. هيهاجم ارسال تقيل، كرازمير جورجيف، اعداد فتحي، محاوله ضرب كروس بره ما لمستش، الكوره اهلاويه بقرار سيادي ولا رجعت فيه من جانب وليد الخشن، وياكد عليه ايمن الذهبي انه الضرب كان كروس من اربعه في الحيطه اللي بره مش من اربعه في اربعه، وداها بره خالص، عملها من اربعه في ثمانيه لو مش موجود في الملعب اصلا. 13-11، خدنا الكسر، الاهلي يتفوق بفارق الكسر وان شاء الله يركب وما ينزلش. كرازمير جورجيف بره، تعدي 13-12، الافضليه اهلاويه، واخد الكسر الاهلي، فارق نقطه واحده لكن في كسر. ليه؟ لانه سايد اوت اهلاوي، ومن ثم الهجمه مع استقبال الكره الاولى والثانيه ثم الثالثه بالتخليص، فرصه العوده لفرق النقطتين. رشاد شبل خبره، كان موجود في كاس العالم الاخير وفي كذا بطوله كان موجود، كوره تعدي سهله من الفيرست تايم يخلصها، هنا كان امامنا محمد مجدي احمد. 13-13، نقطتين متتاليتين يعودوا بنادي الزمالك على ارض الملعب. اتنافى في هذه اللحظات الكسر لصالح النادي الاهلي. شبل رشاد على الارسال، هيوجه فلوتر لاعب السنتر في تشكيله النادي الاهلي، كرازيمير واحد بس، الكوره بره، لم تلامس، وقرار من برضو احد حكام الخطوط من حكام الصفوه، بالمناسبه انه النهارده اختيار قائمه التحكيم لهذه المباراه حكام صفوه الحقيقه، يعني بين وليد الخشن وايمن الذهبي وحكام الخطوط هيثم المراكبي اللي قال ان الكره الفيرست تايم الاخيره بتاعت نادي الزمالك بره، ومصطفى راضي ومحمد مسعود ورامي شاهين كلهم من حكام الصفوه على مستوى الخطوط مع حكم المباراه الاول والحكم الثاني الحقيقه، ومن ثم قرارات نقيه الى حد كبير ما فيهاش كلام كتير. يحاول يهاجم على الارسال احمد صلاح لكن يخطئ، في هذه المره يعود التعادل على ارض الملعب فيما بين الفريقين 14-14. رضا هيكل يغير الكره ما قبل الارسال، لعب الاوبوزيت في تشكيله نادي الزمالك،
ارسال تقيل لكن احمد سعيد ولا اجمل اوت اوف سيستم، لكن هيخلص سعيد يضرب يا ولد اسقطها حلوه قوي في لمس طبعا فلور تاتش من غير اي شالنج فلور تاتش النقطه اهلاويه اسقطها بذكاء وباتقان وبتقنيه عاليه من اربعه من لاعب اربعه في تشكيله النادي الاهلي من مكانه من مركزه اللي بيرتاح فيه وبيقدر يلاقي نفسه فيه ومن خلاله يدي النادي الاهلي النقطه ال15 ويعود بالافضليه الاهلاويه على ارض الملعب. يروح على الارسال ويهاجم دلوقتي سبايك سيرف خد الشبكه نقطه لسه تعدي سهله من الفيرست تايم دوله كره زملكاويه زملكاويه وهو بيضرب الفيرست تايم او الكره اللي عدت سهله كان ممكن يلمها دوله ولكن كان قريب من الشبكه ومن ثم ايده كملت على الشبكه ولمست الحد الاعلى للشبكه ما بعد الضرب في الفيرست تايم او كان عايز يخلصها من اول كوره جايه سهله مع الانقاذ اللي كان بصعوبه من لاعبي نادي الزمالك. 15 15 بعض الاخطاء السهله والساذجه لكن مع الهدوء على ارض الملعب وده اللي بيعمله دلوقتي عبد الله عبد السلام انه بيهدي لاعبته انه عادي في مثل هذه الاخطاء تعدي مفيش مشكله. دبش على الارسال يوجه سعيد عبد الله في السيستم وو الصاروخ يحط الكوره تعدي سهلة شانس بول هتروح للنادي الاهلي فرصة امامنا مومو عبد الله دولا هنا سوبر سبايك مطرقة في وقتها توجع الملعب الزملكاوي ونذهب للسكند تكنيكال تايم اوت الوقت المستقطع الفني الاجباري الثاني في احداث الشوط الثاني بافضلية اهلاوية على ارض الملعب زي ما كان الفيرست تكنيكال تايم اوت ايضا السكند تكنيكال تايم اوت بافضلية اهلاوية فرق النقطة الواحدة لكن ما بعد التايم اوت ده لازم الحفاظ على التركيز تقليل الاخطاء وناخد الكسر ونبني عليه ونركب وما ننزلش من على الشوط الا لما ناخده بفرق النقطتين ما بعد الوصول للنقطه رقم 25. عبو سعودي وقطب ومحمود رؤوف عبد القادر وعبد مين امامنا هنا اقول لكم مين لكل اللاعبين حسام يوسف عبد الله كمان البصير الثاني في تشكيله النادي الاهلي كلهم دلوقتي بيعملوا عمليات الاحماء وتسخين بشكل سريع علشان يكونوا جاهزين كل السكواد الاهلاوي دي كل التحيه في موسم طويل وتحدي كبير وصاحب النفس الطويل في الاخير وكالعاده النادي الاهلي يبحث عن لقبه الخامس تواليا واللقب رقم 33 في المسيره الاحترافيه مع الكره الطائره المصريه في عالم الرجال على مستوى الدوري الممتاز وننتظره اهلاوي وفي الجزيره النهارده والاحتفال ينتقل من صاله المقاولون العرب للنادي الاهلي هناك في الجزيره وهناك في مدينه نصر وفي زايد وفي كل مكان كان الاهلاويه حتى مش داخل النادي بس اوه تصدي لكن خارج الملعب. احمد يوسف عفيفي لاعب اربعه في تشكيله النادي الزمالك اللي بيحاول يستخدم حائط الصد لصالحه وكان ليه ما اراد الحقيقه. يعدل يقفل الشوط 16 16. دخلنا في النقاط الهامه والحاسمه الاكثر تركيزا والاقل اخطاء. مجدي على الارسال فلوتر يوجه ما ظبطوش الترتيبه ثنائي لاعيبه اربعه في تشكيله النادي الاهلي كرازمير جورجيف واحمد سعيد هم دايما زي ما قلت هتلاقوهم اكتر الارسالات مع ترتيب الدوران يشوفوا فين وقفه البصير وفين وقفه احمد سعيد علشان يوجهوا الارسال الفلوتر عليه الارسال الموجه عليه المره دي فيما بين سعيد ورايمون سيزيتو ما يتحكموش الثنائي يستقبل صوابع سيزيتو مره ثانيه اوه رد عنيف على ارض الملعب هنا امامنا ظهور بفعاليه للكندي سيزيتو رايمون سيزيتو منذ فبراير الماضي وبيقدم مباراه من اهم وافضل مبارياته على مستوى المشوار الاحترافي في تشكيله النادي الاهلي بعد خطف الاستقبال والاعتذار هذه المره يستقبل وياخد الكره الثالثه باتقان يخلص السوبر سبايك كره ضرب حائط صد مشروخ هذه المرة فيما بين أحمد صلاح وكرازيمير جورجييف يستغله أحمد يوسف عفيفي ويحط النقطة رقم 18 لصالح نادي الزمالك أول تفوق يأتي على أرض الملعب من ما بعد النقطة رقم 17 يعني هم تفوقوا 17 16 ثم وصلوا 18 17 ولسه الإيكوال جيم على أرض الملعب الشوط الثاني مهم للنادي الأهلي إنه يعزز الشوط الأول بيه ويقرب أكتر من حسم المباراة باللقب والدرع والذهب. اوت اوف سيستم كرة مش مرفوعة بالشكل المطلوب المرغوب فيه من جانب رايموند سيزيتو لأحمد صلاح ومن ثم ما يتحكمش وتايم اوت في وقته من جانب
ميدو محمد صلحي المدير الفني للنادي الاهلي، لانه نادي الزمالك خد الكسر بفارق نقطتين ومن ثم عايز يوقف نزيف النقاط ويقدر يعدل مع لعيبته بعض الامور الفنيه، والاهم العامل السيكولوجي، فكره انه نهدى على ارض الملعب، ما نركزش في هذه الاخطاء ونبدا نبني على نقاط القوه ونقلل من الاخطاء ونلعب على نقاط الضعف اللي عند لاعبي نادي الزمالك. انتهى تايم اوت الاول الحر المحق لميدو في احداث الشوط الثاني من المباراه. 19-17 الافضليه لنادي الزمالك حتى الان في احداث الشوط الثاني، والشوط الاول كان اهلاوي 25-22. السبال حلو قوي، محاوله الاسقاط تتلم من هيكل، اعداد فتحي عفيفي يحاول يسقط يجيبها عبد الله، لسه صلاح يا ولد، السوبر سبايك هنا امامنا يوجع يوجع الملعب الزملكاوي، تيجي الكره في راس دبشه وتروح لخارج الملعب بالمره في الحيطه اللي بره علشان تاكد افضليه احمد صلاح، لما يفوق ويروق يخرج كرات من ذهب الجوهره، حبه الكريز فيها تشكيله الاهلاويه، خد الكره على عبالها وخلص وما رحمش ووجع من جديد ملعب نادي الزمالك. 18 الاهلي 19 الزمالك، هيامن فلوتر رايموندز، السبال امامنا عفيفي، اعداد فتحي محاوله حاطه الصد هنا، كره تلف لكن جوه الملعب، اتقدم توقع البليس اللوب من اعلى حاطه الصد، اتقدم علشان يعمل الديفنس المنخفض عبد الله عبد السلام، لكن كان الكره مزقوقه في عمق الملعب جهه مركز واحد، وتغطيه لاعب اربعه في عمق الملعب جهه سته كانت متاخره نسبيا، ومن ثم خلصت لصالح نادي الزمالك. عفيفي مومو السبال، اعداد في السيستم، سعيد يخلص يا ولد، مطرقه في وقتها جديده امامنا هنا من اربعه في خمسه الكروس كورت، يخلص وما يرحمش من جديد ويوجع من جديد الملعب الزملكاوي علشان يحط نقطه 19 في صالح نادي الاهلي. تغييره على مستوى النادي الاهلي في هذه اللحظات، خروج من ست تغييرات طبعا المتاحين في كل شوط باستثناء التغييره الحره الطبيعيه او اللي ما بتحتسبش من التغييرات السته لكل فريق على ارض الملعب. نزل محمود رؤوف عبد القادر وخروج لسيزيتو او كرازمير جورجييف، محاوله اسقاط، كره بره كره بره، لم تلامس حاطه الصد ولم تلامس السايد لاين لملعب النادي الاهلي، ومن ثم قرار امامنا كان من هيثم المراكبي انه الكره ما لمستش ولا في حاطه الصد ولا في الخط الجانبي لملعب المباراه، يعود التعادل على ارض الملعب 20-20 فيما بين الفريقين. محمود رؤوف عبد القادر، اوه هنا يا ولد يا ولد، التوجيه مع السكاوتنج اللي جاي من بره، اتقان وتقنيه عاليه بفعاليه مع التوجيه الرائع الرائع من جانب محمود رؤوف عبد القادر علشان ياتي الاس وياتي الاهلي بالافضليه 21-20، ويجبر في هذه اللحظات الكابتن محمد اللقاني على الحصول على الوقت المستقطع الاول الحر المحق ليه في احداث الشوط الثاني من المباراه. افضليه اهلاويه تعود، وقلنا الاهم مين يضحك في الاخر، التغييره اللي تقلب المباراه في شوطها حتى لو كان في تاخر على ارض الملعب، التايم اوت اللي خده ميدو في وقته علشان يترجم لعيبته ترجمه فوريه على ارض الملعب بتغييره من اللي هي على ارض الملعب، ويستمر رؤوف عبد القادر على الارسال في هذه اللحظات. محمود رؤوف عبد القادر طبعا نجل الكابتن رؤوف عبد القادر، احد القصص الاهلاويه في عالم الكره الطائره المصريه وجيل توتو، وعالم الكره الطائره الاهلاويه النسويه في جيل توتو بقى والالقاب والارقام، حدث ولا حرج، نتكلم عن كابتن رؤوف عبد القادر، نتكلم عن توتو، نتكلم عن قصص اهلاويه في عالم الكره الطائره المصريه، وهنا امامنا يظهر ويبان عليه الامان، البلوك اللي معمول زي ما الكتاب بيقول، ثنائي اهلاوي مرعب ياتي بالكسر ياتي بالكسر، وهنا امامنا 22-20 وعلى بعد ثلاث نقاط من خطوه ثانيه يحتاجها النادي الاهلي للظفر باللقب والدرع والذهب النهارده هنا في صاله المقاولون العرب، وتنتقل الافراح لكل مكان. قلنا دلوقتي في نادي الاهلي في الجزيره الشاشه كبيره والكل قاعد قدامها بينتظر التتويج في مدينه نصر في شيخ زايد في اي مكان، والجمهور اللي موجود في كل بيت في مصر بالتاكيد ينتظر الاحتفال مع رجال النادي الاهلي باللقب الخامس على التوالي، 33 في المسيره الاحترافيه مع الدوري الممتاز في عالم الكره الطائره المصريه، والسياده
الأهلوية لأنهم ملوك الصلاة وكالعادة. محمود رؤوف عبد القادر يوجه مرة تانية على دبشة إعداد فتحي، دبشة 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 يوجه الضرب من أربعة فيما بين أربعة وخمسة. هنا أمامنا الضرب القطري، الكورة جوه الملعب الأهلاوي. إذن 21 الزمالك 22 النادي الأهلي، أفضلية أهلاوية ولسه الكسر حاضر على أرض الملعب. نحافظ على السايد أوت بتاعنا، يحافظ لاعبي النادي الأهلي على السايد أوت يكسب هذا الشوط. رشاد شبل إرسال فلوتر يوجه دولا يستقبل، حلو أعداد عبد الله سعيد يخلص. يا ولد يا ولد عنده الحل، هو الحل سعيد أبو إيد حديد اللي يخلص وما يرحمش، ومرة جديدة يستخدم حائط الصد الزملكاوي لصالحه بإتقان وتقنية عالية بفعالية من مركز أربعة. هنا أمامنا ظهور لأحمد سعيد شفيق، أفضل ضارب في مونديال أفريقيا للأندية 2018-2019 على أرض النادي الأهلي وفي حضرة أهلي الجزيرة، واللقب كان أهلاوي بالتأكيد. صلاح يوجه على عفيفي، إعداد أمامنا كرة أهو حلوة، صلاح يحاول عبد الله ما توقعهاش، كان عكس حركة قدمي عبد الله عبد السلام، ممكن يعدي من تحت الشبكة من بره الملعب في المنطقة الحرة ويجيب الكرة ولكن ما قدرش بعد محاولة الديفنس من أحمد صلاح، لكن قوة الضربة ما تحكمش. ما زال الكسر حاضر على أرض الملعب 23-22 الأفضلية أهلاوية، ومع دوران هيكل رضا على الإرسال هيلعب سبايك سيرف. يا ولد استقبال مميز رايمونت سيزيتو، إعداد عبد الله في السيستم، سعيد 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 عفيفي ينقض الكورة، صعبة تعدي سهلة. أحمد صلاح عبد الله في السيستم، سعيد مرة تانية عنده الحل، اختار اللاين وكان المرة دي مقفل قدامه ثنائي زملكاوي في وجود على أرض الملعب. هنا أمامنا ليسري عويس، هشام يسري عويس لاعب سموحة السابق لاعب الزمالك الحالي، قاد حائط الصد وقدر ان هو يقفل باللاين مع اختيار احمد سعيد، لكن تعدي تعدي تعادل الان ياتي على ارض الملعب 23-23. تايم اوت تاني واخير، حر محق فيه وبيه دلوقتي. ميدو محمد مصلح المدير الفني للنادي الاهلي لازم يلعب على تفاصيل مختلفه وصغيره دلوقتي مع لعيبته، بيتكلم هو وتامر تايجر انه يبقى في أطر تكتيكية، ومحمود جمعة طبعا انه يبقى فيه أطر تكتيكية هتتنفذ على ارض الملعب لانه على بعد نقطتين والسايد اوت اهلاوي، فلازم يتنفذ بالشكل المطلوب المرغوب فيه او يخلص بالشكل المطلوب المرغوب فيه. النهارده سيف الدين حسن عابد بره التشكيله بالنسبه لنادي الزمالك، وزي ما قلنا المحترف الوحيد اللي كان في تشكيله نادي الزمالك ستيفن هانت الكندي كان انتهى عقده وخلاص بره المباراه وسافر، يعني انتهت اموره مع نادي الزمالك. هيكل بره هيكل بره، نقطه الشوط بين ايدي لاعبي نادي الاهلي. تغيير هيخرج هشام يسري عويس وينزل البصير في تشكيله نادي الزمالك. احمد فتحي سايد اوت زملكاوي، نادي الاهلي عنده دولا عبد الله ورايموند سيزيتو الكندي لاعبي المنطقه الاماميه المنوطين بحائط الصد في النقطه اللي جايه، والديفنس على رضا وسعيد واحمد صلاح. هنشوف امامنا استقبال الكره الاولى، هنا كره هتصد لسه تتجاب فرصه احمد صلاح او احمد سعيد يدعفوا. اهلاويه اهلاويه يا ولد يا ولد، قلنا حاط صد قلم كره الكره ومعاها الديفنس وسعيد يرفعها وصلاح يخلصها بمطرقه في وقتها توجع الملعب الزملكاوي. 25-23 تايم اوت جه في وقته، خلص من خلاله بترجمه فوريه لاعبي النادي الاهلي الافضليه. 25-23 شوط ثاني بعد 25-22 شوط اول، خطوه واحده يحتاجها لاعبي النادي الاهلي للظفر باللقب والدرع والذهب، ولسه المباراه على ارض الملعب. مشاهدينا متابعينا عبر شاشه الاهلي في كل مكان واحداث الشوط الثالث، وننتظر الاخير من مباراه القمه والحسم للقب الدرع والذهب دوري الممتاز للكرة الطائرة الرجال موسم 2020-2021. ننتظر الحفاظ على اللقب وننتظر الاحتفال بالدرع والذهب للنادي الاهلي النهارده بعد ما فاز في الشوط الاول 25-22 وشوط ثاني 25-23. ننتظر الحمد لله الشوط الثالث باذن الله والاحتفال مع النادي الاهلي والظهور هنا للنجوم. على فكره النهارده موجود في مدرجات
صاله المقاولون العرب، يعني نجوم، نجوم كبار، نجوم كبار، اسماء كبيره وتقيله اهلاويه في عالم الكره الطائره المصريه، كلهم جايين يحتفلوا سواء على مستوى رجال او السيدات بالانجاز ان شاء الله النهارده. ولاعيبه النادي الاهلي رجاله موجودين على ارض الملعب، قلب وروح الدرع باللقب والذهب النهارده مش هيروح من رجاله النادي الاهلي، وكمان بيترجموا على ارض الملعب بعد تفوق شوط اول 25-22، شوط ثاني 25-23، وسوبر سبايك يظهر بيه فعليا على ارض الملعب لاعبي النادي الاهلي بتقان وتقنيه عاليه. النقطه الاولى للنادي الاهلي علشان يتعدل ويتقفل الشوط الثالث من بدايته. قلنا انه في يعني كلام على تغيير الجهاز الفني نادي الزمالك، قد يكن في الفتره اللي جايه. لذلك لعيبه الزمالك عايزه تكمل مع هذا الجهاز، لكن واضح انه النهارده النادي الاهلي بتتويجه باللقب هيسرع في حاجات كتير قوي ممكن انها تتغير. عموما مش عايزين نسبق الاحداث، افضليه اهلاويه على ارض الملعب. ارسال مميز وكالعاده من رايمون سيزيتو اللي بيعمل مباراه العمر النهارده مع النادي الاهلي، الكينج اوف ذا ماتش مع عبد الله عبد السلام واحمد صلاح والعملاق كرازيمير جورجيف البلغاري ودولا وسعيد، وكلهم دوليين وبطوله بالتاكيد لاعبي النادي الاهلي. وارسال هنا يخطئ فيه كرازيمير جورجيف ومن حق الكبير يتدلع، وكاننا حاسين ان المباراه هتخلص في الثالث باذن الله. شوطين ما اعتقدش ان يستحملهم نادي الزمالك او يعرف يرجع بعدهم امام النادي الاهلي. كل شيء وارد على ارض ملعب، لازم نلعب بجديه وباتقان وتقنيه عاليه وبروح، وما نثقش قوي في نتيجه 2-0، لازم نلعب لاخر نقطه في الشوط الثالث علشان يبقى التتويج بالثقه وبالثقل للاعبي النادي الاهلي النهارده على ارض الملعب. 3-2 الافضليه اهلاويه في بدايه احداث الشوط الثالث. كرازيمير جورجيف البلغاري 2 متر و3 سنتيمتر 26 عام، دولي مع منتخب بلغاريا الاول، استقبال بصعوبه، فتح اعداد، محاوله، حائط الصد، كوره جوه الملعب الاهلاوي، سنجل بلوك من احمد صلاح لكن ما كانش مقفل من ايد من بره لجوه بالشكل المثالي، ومن ثم ما كانش فيه فعاليه. سيبال امامنا اعداد، محاوله اسقاط حلوه 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 يا ولد، دولا الدولي البطوله البرج الاهلاوي يسقط الكوره في اجمل صوره، مش مطرقة بس توجع برضو الملعب الزملكاوي وجمهور الاهلي. ايه حالة هنا في صالة المقاولون العرب، حالة استحالة تكرر الا من جمهور النادي الاهلي. احمد صلاح على الارسال يلعب سبايك سيرف بقوة يوجه، اوه ده اللي يتقال في حقه، يا اللي انت في المهارات والقدرات والخبرات ربك مديلك من واسع يتقال دي اخر نسخه منك واللي زيك اتمنع، ولكن الاهلي ولاد، مفيش حاجه بتتمنع مع النادي الاهلي. اهلي القاب وارقام ونجوم كبار وتاريخ بيتسطر، والنهارده بيستكمل التاريخ مع النادي الاهلي، والتاريخ اللي موجود على ارض الملعب من افضل 100 لاعب ولاعيبه مروا في تاريخ الكره الطائره العالميه. احمد صلاح عبد الحي بطل دوري ابطال اوروبا لما كان محترف في دانامو يانتر الروسي، في تركيا، في طلع على الجيش، في الاهلي، ابن الاهلي، ومن حق الكبير يتدلع، طبعا من حق الكبير يتدلع، يضيع مع الارسال لكن الافضليه اهلاويه بفارق الكسر 5-4، لكن السايد اوت اهلاوي عنده فرصه انه يعود بفارق نقطتين. واحمد صلاح النجم الكبير شبل سيبال امامنا سعيد اعداد صلاح يا ولد، المعلم اللي منه كل الصغير والكبير كمان يتعلم، هنا امامنا ظهور لاحمد صلاح عبد الحي، القصه الاهلاويه العالميه في عالم الكره الطائره المصريه، يستغل حائط الصد لصالح ويعود مع الكسر بفارق نقطتين لصالح النادي الاهلي 6-4. صوت راح لانه الجمهور هنا والصوت عالي وموجودين في المدرجات، حاول اعلي صوتي بقدر المستطاع لكن الحاله حلوه وجمهور الاهلي يديك انتعاش، حاجه كده ما بتتكررش كتير، جمهور الاهلي دايما مختلف. كوره ديفنس رائع يا ولد، رفع من معدل التركيز، قلله من الاخطاء، استخدام حائط الصد، الراجل ده في حته ثانيه، الراجل ده في حته ثانيه، جه بعين خبيره للنادي الاهلي علشان يثبت ذاته وبنفسه ولنفسه وللنادي الاهلي في المباريات الهامه والحاسمه
ظهور من جديد للي قلت عليه من اول شوط على ارض الملعب انه الكينج اوف ذا ماتش. حاله مختلفه في هذه المباراه. رايمون سيزيتو الكندي من الاهلي البحريني للاهلي المصري. يا قلبي افرح لانه حاجه بتتحقق مع النادي الاهلي وبتحقق للنادي الاهلي. مثال تقيل قوي، عفيفي استقبل بصعوبه كره في العصا الهوائيه، خلصت اهلاويه في العصا الهوائيه، دبشه ما يعرفش يجيبها ويحطها في العصا الهوائيه، تخلص اهلاويه ودبل سكور على ارض الملعب 8-4. خلاص فكت، خدوها مني، فكت من لاعبي نادي الزمالك كانوا بيلعبوا في الشوط الاول والثاني من اجل محمد اللقاني بشكل صريح. ممكن كابتن هاني عبد الحميد قد يكون ليه دور مع نادي الزمالك ما بعد هذه المباراه، ممكن يستنوا لنهايه كاس مصر، قد يكون لعبوا الشوط الاول والثاني بروح من اجل محمد اللقاني، لكن خدوها مني انه الجهاز الفني نادي الزمالك قد يتغير ما بعد هذه المباراه. كسبوا كان او خسروا بالمناسبه، لانه الاتفاق ما كانش على مين يكسب نهائي الدوري. ماشي، وناس كمان جايه من الامارات قد تعاون هاني عبد الحميد المدير الفني نادي الشمس، وكلام في الكواليس غير رسمي لكن هيبقى رسمي قريب، خدوها مني. ما علينا، نركز مع فرقتنا، نركز مع النادي الاهلي، نركز مع الافضليه الاهلاويه اللي موجوده على ارض الملعب. شوط اول 25-22، شوط ثاني 25-23، والشوط الثالث لو الاهلي مشي بهذا المنوال الزمالك مش هيعدي النقطه ال 20 ويخلص هو بالنقطه ال 25، وتبقى تعذيبه جديده لنادي الزمالك على ايدي لاعبي النادي الاهلي في الدوري في مرحله التتويج بعد دور اول على نفس الصاله 3 لا شيء. اهلاويه بافضليه، شوط ثاني او دور ثاني هيكون فيه باذن الله 3 لا شيء افضليه اهلاويه، بس مباراه النهارده معاها التتويج، اللقب بالدرع والذهب قصه ثانيه لوحدها نتكلم عنها في وقتها. رضا هيكل على الارسال، استقبل حلو قوي رايمون سيزيتو من السكند بول، يحاول يعديها عبد الله، تترد سكند شانس، هيكل يضرب حائط الصد، دولا الدولي البطوله البرج الاهلاوي، نجم كبير تقيل يتطور من سموحه للاهلي، ويا قلبي افرح لانه الاهلي لما بيجيب بيجيب بعين خبيره بالتاكيد. كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي كان احد نجوم النادي الاهلي في الزمانات كمدير فني وعين خبيره مع الكابتن ميدو محمد مصلحي ابن من ابناء النادي الاهلي، واحد ضاربين التقال اللي مروا في تاريخ الكره الطائره المصريه. اكيد مش اي حد بيكون موجود في النادي الاهلي سواء كان لاعبين محليين يضيفوا للنادي الاهلي او من ابناء النادي الاهلي، لانه زي ما قلنا الاهلي ولاد في قطاعات الناشئين والتطور والبطولات والالقاب والارقام، حدث ولا حرج. يمكن من ايام قليله اول امس احتفل بنات النادي الاهلي تحت 18 عام بلقب بطوله الجمهوريه على حساب نادي الصيد وتفوقوا في سكتهم على نادي الزمالك. تحت 17 عام الشباب بتوعنا تفوقوا على نادي الزمالك 3-1. النهارده بنكمل فوز العاده على الغريم نادي الزمالك. الكلاسيكو الديربي بافضليه اهلاويه، دبشه في حاله الصد والى خارج الملعب. الكره مرفوعه حلوه الحقيقه، بعض الكرات اللي بتبقى حلوه في ملعب نادي الزمالك لازم يثنى عليها لانهم برضو بيقدموا مستوى يخلينا نستمتع بالمباراه، لكن الكفه مايله لصالح النادي الاهلي بشكل او باخر، فنيا بدنيا ذهنيا وكل شيء على ارض الملعب بافضليه اهلاويه. 9-6 فرق 3 نقاط، الاهلي يتفوق. دبشه فلوتر، استقبل سعيد المره دي مميز مع الفلوتر، وقلنا بيحاول يطور من نفسه. المطرقه كره اهلاويه، كره اهلاويه هنا امامنا، ظهور بفعاليه لاحمد صلاح عبد الحي، حبه الكريز الجوهره اللي بيخلص وما يرحمش باختيار داندلاين. كان في خطا فني في التعامل مع لمس الشبكه، اذا نقطه 10 يعود الفارق لفارق الاربع نقاط. الاهلي ركب وما نزلش ومش هينزل لغايه ما يخلص وما يرحمش وياخد الدرع ويروح للجزيره. يوسف عفيفي حاطط صدي قلم كوره حلوه، عبد الله ما عداش برجله كلها من تحت الشبكه. صلاح 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 النجم الاهلاوي الكبير البطل التقيل الدولي العالمي، يتقال في حقه عالمي بدون مجامله طبعا طبعا، مع سبق الاصرار والترصد للعالميه في عالم الكره الطائره الاهلاويه والمصريه. فرق الخمس نقاط ولسه المباراة على أرض الملعب. شغل الداتا فولي والسكاوتينج والفكر العالي والفكر العالي، يا ولد السكاوتينج اللي جاي من بره والسكاوتينج العالي لعبد الله عبد السلام، انه بيعرف يوجه صح في المكان المطلوب المرغوب فيه ويخلص. ايس موجود على أرض الملعب
يتفوق به في الشوط الثالث ويجبر محمد اللقاني المدير الفني لنادي الزمالك على الحصول على الوقت المستقطع الحر المحق ليه في احداث الشوط الثالث. 12-6 دبل سكور على ارض الملعب بفرق 6 نقاط افضليه اهلاويه، وخدوها مني اكلينيكيا، حسم اللقب قبل ان ينتهي فعليا في هذه المباراه، وثلاثه لا شيء بتعذيبه جديده، محو ذاكره كانت بتهاون، دلع شويه، وبرده قلنا من حق الكبير يتدلع امام طلائع الجيش 2-3 وامام بتروجيت في الدور الاول 2-3، لكن عادي تعدي، المهم الكبير يشيل التقيل، والتقيل النهارده هيشيله النادي الاهلي باللقب والدرع والذهب بالتاكيد وفي الاخير باذن الله. ولسه الكاس، وبرده الكاس لكل الناس، لكن اهل الصفوه في عالم الكره الطايره المصريه تحديدا النادي الاهلي عليه العين، وقد يكون في كلاسيكو جديد نعلقه معاكم ان شاء الله في هذا الموسم في نهائي الدوري يجمع الاهلي والزمالك في هذا الديربي، وننتظر لقب جديد معاكم باذن الله. ملوك الصالات في عالم الكره الطايره يعني يلتهموا، ومن جديد بره محمد مجدي بدون تحكم بالمره حطها في البنش الاهلاوي بره 13-7 فرق 6 نقاط الافضليه اهلاويه على ارض الملعب. لا وتحيه بالتاكيد لمومو محمد معوض الليبرو الاول في تشكيله النادي الاهلي، ومحمد رمضان الليبرو الثاني في تشكيله النادي الاهلي، برضو من قطاعات الناشئين ومنتخب شباب تحت 23 عام، واستوى فنيا وعامل شغل عالي جدا في الديفنس المنخفض والقراءات مع استقبال الكره الاولى. هنا لسه بكلم عنه رضا، لكن هي كره يعني هو حماس رضا بزياده، وتعدي وتعدي وتعدي، لكن الكره بتاعت رايمون سيزيتو الحقيقه الكندي، رضا راح عليها ما كانش في موقعه او في البوزيشن المثالي لانها مع المربعات وداتا فولي ووقفه اللاعبين مع هجمه نادي الزمالك، لازم الكوره بتحركها في هذا المكان تبقى بتاع درايمون سيزيتو، لكن تعدي. رساله امامنا سعيد استقبال رائع مع الفلوتر، مره ثانيه سعيد يضرب جوه يضرب جوه يا ولد، كابتن محمد مسعود مراقب اللاين في هذه الجهه قال لك بتاعه الاهلي، الكوره اهلاويه والكروس كورت اللي معمول ضرب قطري بزاوية زي ما الكتاب بيقول، مطرقة في وقتها توجع من جديد الملعب الزملكاوي، والنقطة 14 في صالح النادي الأهلي 14-8. وهيهاجم على الإرسال كرازيمير جورجيف هذا البلغاري 2 متر و3 سنتي، 3 متر 66 مع السبايك، 3 متر 55 مع البلوك، يضرب مع الإرسال لكن ما يتحكمش وتعدي تعدي. 14-9 فارق 5 نقاط الأفضلية أهلوية على أرض الملعب. خرج رازمير جورجييف في التغيير الحرة ونزل مومو محمد معوض، هيلعب سبايك سيرف عفيفي لأنه مش هيوجه جهة سعيد، لو هيوجه جهة سعيد كان لعب فلوتر، يوجه جهة محمد معوض أو كرازمير أو رايمون سيزيتو يلعب سبايك سيرف، ولعب السبايك وما كانش متحكم بالمرة حطها بره. صلاح المعذب المطارق هتطلع دلوقتي، احد افضل اللاعبين المرسلين في الكره الطائره العالميه مش بس على مستوى العرب وافريقيا ومصر بالتاكيد. دبشه استقبل وكان استقباله مميز، ريح فتحي مع الاعداد علشان يخلص مع الارسال هنا امامنا او مع الضرب في اللعبه الثالثه كان تخليص من 4 جهات 1. بالمناسبه انه احمد فتحي خرج ونزل مكانه اشرف اللقاني نجل الكابتن محمد اللقاني المدير الفني نادي الزمالك في تشكيلة نادي الزمالك كبصير تاني على أرض الملعب. فلوتر شبل كرة تيجي في الشبكة لكن تكمل عبد الله يضرب حد صد، لسه الكرة تعدي ما تعديش، كرة بالأخفنة فيما بين لاعبي النادي الأهلي مع سرعة الكرة ومحاولات للإنقاذ، جهد يذكر ويشكر من لاعبي النادي الأهلي، وتعدي بالتأكيد. فرق 4 نقاط فرق مريح مركب الأهلي الجيم. شبل مرة تانية يوجه فلوتر يسيبها بره، قدرها صح، قارئ جيد لأبعاد ملعبه أحمد سعيد إلى جوار رايمون سيزيتو الكندي، الثنائي الأهلاوي المرعب في مركز 4 في التشكيلة الأهلاوية على أرض الملعب، ومن ثم الإرسال كان خارج حدود الملعب والنقطة 16 لصالح النادي الأهلي، إذا بفارق 5 نقاط يذهب للسكند تكنيكال تايم أوت أو الوقت المستقطع الفني الإجباري الثاني في أحداث الشوط الثالث بأفضلية أهلاوية 16-11. الاهلي اللي ما خسرش
في مرحلة التمهيد، في مرحلة تمهيدية مش زي منافسات السيدات. منافسات السيدات هم 12 فريق بيلعبوا مرحلة ذهاب وعودة، مرحلة تتويج مباشرة، لكن على مستوى الرجال لعب بدون الدوليين لو تفتكروا، وفي مرحلة الذهاب والعودة في المرحلة التمهيدية ما خسرش غير شوط واحد أمام القناة، لكن التهم الكل رايح جاي بالعلامة الكاملة. حائط صد بفعالية بإيجابية في وجود رايمون سيزيتو إلى جوار عبد الله عبد السلام، ومعاه يتقال أحلى كلام. بلوك معمول زي ما الكتاب بيقول، النقطة 17 في صالح النادي الأهلي. جيري الجيم ركب الجيم وما نزلش وبيخلص وما بيرحمش، التهام جديد، كرة بره. أحمد سعيد وقراءة من جانب الكابتن محمد مسعود، مع هذه الجهة الكابتن رامي شاهين، ومحمد مسعود قال لك لا ما لمستش. إذا مش إيس 12 نقطة، رقم 12 في صالح نادي الزمالك. تعدي المفروض لاعبي النادي الأهلي خلاص يحافظوا على التركيز، ومش مهم مش مهم. وقرار وليد الخشن الحكم الأول لا رجعت فيه، اعتقد انه مش هيبقى فيه كلام كبير وكتير على ان النقطه ترجع، هم بس بيعترضوا على ان الكره كانت قريبه قوي، كلوز قوي. الاهلي متفوق، فرق الخمس نقاط، افضليه اهلاويه على ارض الملعب، والاستعداد اصبح جاري على ارض الملعب من اجل تتويج النادي الاهلي. حلوه بس بره، نسكن بول بعد استقبال كره اولى كان بصعوبه، الكره قريبه من الشبكه، حاول يلمسها وهو ايده في ملعبه عبد الله عبد السلام علشان تسقط داخل الملعب الزملكاوي، لكن ما لمستش السايد لاين. تايم اوت يهدي بيه الاجواء، وده كلام سليم بقى بالمئة من ميدو محمد مصطفى المدير الفني للنادي الاهلي. النادي الاهلي صاحب المقام العالي المهم الغالي، طبعا طبعا، ونجوم النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اللي النهارده باذن الله هيحتفل بلقب جديد مع الماسترز، مع النجوم، مع الكبار، مع الاساتذه. الماسترز دايما بتتقال على بطولات الاي تي بي التسعه غير الفاينل وورلد تورز بتاعه التنس، بطولات التسعه ذات الالف نقطه. بمناسبه ان احنا بنلعب في هذه الايام او بتلعب في هذه الايام رولان جاروس ثاني بطولات الجراند سلام الاربع كبرى التنس على اراضي ترابيه، هنا امامنا اللي يولع التراب والصلب والعشب وكل حاجة، ياكل الكل ويأدي أداء زي الفل. الكينج رايموند سيزيتو، هذا الكندي قصة وحكاية ورواية في المباريات الهامة والحاسمة، تلاقيه حاضر واعي فاهم وعارف يعمل ايه في مكانه كلاعب أربعة في التشكيلة الأهلاوية. والأهلي واكل الكل وزي الفل بالتأكيد. مطارق بتعذب الملعب الزملكاوي، 18-13 واللقب في الجزيرة، خدوها مني قبل ما يخلص الماتش. اللقب في الجزيره، ارسال بره من دوله، عادي تعدي من حق الكبير يتدلع، فرق الاربع نقاط، راكب بيه جيم ومش هينزل النادي الاهلي. 25-22 شوط اول افضليه اهلاويه، 25-23 شوط ثاني افضليه اهلاويه، وباذن الله هيوصل ال 25 قبل ما يوصل الغريم ل 22 ولا 23 ولا حتى 20. كرة أهلاوية جوه ولا بره، كده كده فيها تاتش بلوك، والعادة نقاط العادة، تألق العادة في هذه المباراة وبزيادة من جانب رايمون سيزيتو الكندي، لاعب أربعة في التشكيلة الأهلاوية، تقيل كبير خبير، يظهر ويبان عليه الأمان في المباريات الهامة والحاسمة لما بيحتاجوا ميدو بيلاقي مع سعيد في أربعة بالتأكيد النهاردة عاملين حالة. ارسال تقيل قوي قوي، ده مش هيستقبل بصعوبه. اعداد اللقاني، محاوله ضرب من هيكل، لكن عبد الله ديفنس رائع، اوت اوف سيستم، لكن صلاح يعرف يخلص. اوه هنا، اوه اهلاوي، اوه هنا احمد صلاح عبد الحي، حبه الكريز، الكينج الملك، المطرقه اللي توجع من جديد الدفاع والملعب الزملكاوي، وخلاص 20-14 بفارق الست نقاط، يلتهم وما زال يلتهم النادي الاهلي. ما بيهزرش وما بيرحمش، تيجي على بطوله يقول لك لا ما فيهاش هزار، ماتش جيش، ماتش بتروجيت، يعني عشان نغزي العين بس. كوره ديفنس رائع، سعيد اوت اوف سيستم، الراجل ده بيعرف يخلص، الراجل ده القصه دي، القصه الكنديه في عالم الكره الطائره الاهلاويه، الراجل ده كينج اوف ذا ماتش، لو في افضل لاعب في المباراه نديها له،
صلاح ياخدها وعبد الله ياخدها وسعيد ياخدها ورضا ياخدها ومعوض ياخدها وكرازيمير جورجييف البلغاري ياخدها، لكن ده حاله لوحدها نتكلم عنها في وقتها. رايموند سيزيتو الكندي قلنا قادم منذ فبراير 2020 بعد البطوله العربيه اللي توج بها النادي الاهلي على حساب نادي الزمالك في الفاينل لو تفتكروا في مباراه ما قبل توقف كوفيتس، واستمراريه في نتائج ايجابيه وفوز العاده يتكرر للثالث على التوالي في مواجهات مباشره فيما بين الاهلي والزمالك 3-0 3-0 و3-0 النهارده هتتكرر ولمره ثالثه على التوالي. لقب رقم 33 لكبراء الكره الطائره المصريه وكبراء الكره الطائره الافريقيه والعربيه ومن كبراء الكره الطائره العالميه بالارقام والانجازات والجماهيريه النسر الاحمر النادي الاهلي. فحاول تصادوا الى داخل الملعب النقطه رقم 15 لنادي الزمالك. حلاوه روح حلاوه روح اللقب في الجزيره للكل اللي بيتابع المباراه، خلاص احتفالات موجوده بالتاكيد كلنا لازم نحتفل بهذا الانجاز الكبير لانه موسم كان صعب وتعادل في النقاط وترتيب، وانا اقول لكم على الترتيب العام بعد مباريات الامس واستكمال الجوله رقم 22 والاخيره من مرحله التتويج. فحاط الصد اهلاويه 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 وكوره طايره من اللي هي بتتقدم على ارض الملعب، خلاص قضي الامر. الدرع في الجزيره لقب خامس على التوالي، لقب 33 في المسيره الاحترافيه مع الدوري الممتاز والكره الطايره المصريه. ويا ريت الكل يبقى معايا هنا من اللي بيسمعني وبيتابعني في صاله، اسمع للجمهور اسمع للجمهور. اهلي 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 اوه اهلاوي الكل بيحتفل هنا في الصاله مع الوصول للدقيقه او للنقطه 22 16 افضليه اهلاويه، خلاص قضي الامر. الكل بيحتفل على ارض الملعب. يوسع الفارق مع اقرب منافسيه النادي الاهلي ب 33 لقب، الزمالك 26 ده اللقب الرسمي اللي جاي لنا. ولسه اوه هنا سوبر سبايك من جديد من ثلاثه وكالعاده المطرقه اللي توجع من جديد الملعب الزملكاوي، ظهور لكرازيمير جورجييف الثنائي الاهلاوي المحترف المرعب النهارده بيقدم مباراه العمر، مباراه التتويج الحقيقيه على بعد نقطتين النادي الاهلي من حسم اللقب والدرع والذهب. ولسه الاهلي عنده يوم الاثنين 7/6 باذن الله المواجهه امام الشرقيه للدخان في دور 32 من كاس مصر ويكمل المسيره حتى الوصول ليوم 21/6 يوم التتويج باذن الله في المباراه النهائيه ان شاء الله. فتحي محاوله اسقاط رشاد شبل يضع اسقاطه، يعني حلاوه تروح برضو لنادي الزمالك قضي الامر. 59 نقطة قبل هذه المباراة لنادي الزمالك 59 نقطة نادي الأهلي، النهاردة الأهلي هيحط نقطة رقم 60 و61 و62 ويبقى تعادل في عدد الانتصارات مع نادي الزمالك، لكن طالما تعادل في عدد الانتصارات مفيش حد فايز بعدد انتصارات أكبر في الموسم، يبقى خلاص النقاط هي اللي تحسم. والأهلي بسوبر سبايك مع الاستروك اللي معمول لاعب أربعة اللي بيجي من 6 ل3 يخلص وما يرحمش، والراجل ده محتاج هدية محتاج جايزة محتاج حاجة من اللي هي لأنه بيقدم كرة طايرة من اللي هي. هنا أمامنا ظهور للاعب أربعة في التشكيلة الأهلاوية الكندي رايموند سيزيتو، نقطة الشوط المباراة والبطولة طلع جيش ثالث سموحة رابع اتحاد سكندري خامس بترو جيت سادس، ودي نتائج رسمية مع وصول الطيران للمركز السابع سبورتنج ثامن هليوبلس تاسع القناة عاشر الترسانة 11 والداخلية 12 وملناش دعوة بالمرحلة الثانية بقى اللي فيها الفرق من 12 او من 13 لغايه 24 بهبوط فريقين وعوده بورسعيد للدوري الممتاز. كوره تعدي سهله بره دوله من حق الكبير يتدلع، قلت لكم والله قلت لكم من بدايه الشوط الزمالك مش هيوصل للنقطه رقم 20 والاهلي هيخلص مع الوصول للنقطه رقم 25 قبل ما يوصل الزمالك للنقطه رقم 20 لانه العنوان او الجواب بيبان من عنوانه والاهلي بيلتهم. سعيد اوت اوف سيستم، صلاح هيعديها سهله تسقط تتلم هيكل محمد عبد المحسن هيكل محاولة اسقاط يا ولد يا عبد الله يا ولد يا عبد الله قال لك فيها فلور تاتش، عبد الله بيقول لا، لكن قرار من هنا من الحكم الثاني من جهة عبد الله عبد السلام ايمن الذهبي قال لوليد الخشن الكورة لمست الارض جزء على ايد عبد الله وجزء على الخط او على الارض
ومن ثم نقطة في صالح نادي الزمالك، النقطة رقم 20. مفيش بقى بعد كده، لأن احنا قلت ما يعدوش ال 20. 24 20 نقطة شوت المباراة، واللقب بالدرع والذهب بين أيدي لاعبي النادي الأهلي. الوحش اللي غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش، النادي الأهلي هزيمتين في مرحلة التتويج، علشان بس نغزي العين ونوصل لهذا، أو يعني هذه المرحلة، هذا الجيم، المباراة دي، علشان يبقى فيها حلاوة المنافسة، إنه لازم نفوز فنطلع أفضل ما لدينا. الوحش يطلع كل اللي عنده، كرازمير سيبال أمامنا، رايموند، إعداد أحمد سعيد، تتلموا مرة تانية، خبطوا في بعض، خبطوا في بعض، عادي عادي، تعدي تعدي، من حق الكبير يتدلع، ضمان الفوز هو اللي خلاهم يفكروا فيما بعد، النقطة اللي جاية، التفكير في الاحتفال. ومن ثم عبد الله عبد السلام دلوقتي بيكلم لاعبته إنه لأ، اهدوا على أرض الملعب. هيطلع في هذه اللحظات رايموند سيزيتو، النجم اللي موجود على أرض الملعب، وهينزل لأول مرة على أرض الملعب أحمد عبد العال، كان ليبرو في كأس العالم مع منتخبنا الوطني، مع المنتخب الأول في اليابان. رشاد شبل صايد أوت أهلاوي، عبد العال السبال، عبد الله، أوه بره ولا جوه؟ قال لك بره. رامي شاهين من الحكام المميزين، ناخد منه وما ندورش وراه، لان الكره كانت اقرب انها بره، وهو الاقرب، وقراراته دايما بيكون، حتى كان بيحكم في مباراه الامس ما بين طلاع الجيش وسموحه، مباراه كانت مثيره، انتهت 3-2 وطلاع الجيش حسم المركز الثالث، وجاب كرات بتاتش كانت حالات، ولا كانه شالنج. النقطه رقم 25، اذا احمد سعيد ابو ايد حديد يحط المطرقه لتوجع الملعب الزمالكاوي، وثلاثة لا شيء، الأهلي يلتهم الزمالك ويخلص اللقب بالدرع والذهب والأفضلية الأهلاوية. 25-22 شوط أول، 25-23 شوط ثاني، و 25-22 شوط ثالث، الأهلي باللقب والدرع والذهب، الرجال يحتفلوا والأفضلية على أرض الملعب للنادي الأهلي. مبروك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي العظيم، ومبروك ليه كابتن هيثم، مبروك للكابتن ممدوح إسماعيل والكابتن أحمد زكريا، معاكم إن شاء الله مع تتويج. أترككم وتحياتي في الأخير محمد عفيفي مع هذه الصورة الجميلة واحتفالات لاعبي النادي الأهلي، ثم نعود بإذن الله مع التتويج. أهلاوي بالتأكيد، الفرحة للنادي الأهلي. بعد الفاصل الكلمة للكابتن هيثم، الكابتن ممدوح إسماعيل والكابتن أحمد زكريا.